بون، السلام عليكم. واش راكم لافامي؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس، وانتم تفرجوا في لا فيديو الجديد هذا على قناتكم كريمو تاع. اي اللي جديد معنا ما ينساش يدير لنا ابوني ويفعل لا كلوش ولا الجرس هذا باش يوصلك الجديد نتاعنا وتستفاد معنا او ميم طون. اللي من لافامي هاي باينه دير جيم وجيب كش عدسه تاكلها وكمل تفرج لا فيديو معنا. لا فيديو ان شاء الله راح نعطيكم اسعار سماعات انكر هنا حاليا في سوق الجزائر 2023. تبعوا معنا برك، راح نعطيكم اسعار سماعات وفي نفس الوقت لكم المواصفات نتاعهم ثاني. خلينا نبداو على بركتي. اول سماعات معنا عندنا الانكر ار 100، بري تاعهم حاليا في سوق الجزائر 6000 دينار جزائري. نعطيكم بعض مواصفات هذو السماعات. راح يعطيك الشحن لمده 10 دقائق، ساعه كومبلي تقدر تستخدم فيهم السماعات. فيهم حاجه عجبتني اللي هي مكالمات فائقه. السماعات هذو راح يجيونا براس لاسلكي حقيقي وفيهم دو ميكروفون باش يخدموا على تصفيه الضوضاء اللي راهي دايره بي. هذا الشيء راح يخلي الصون بزاف مليح. وفيهم محرك ديناميكية 10 مليمتر. الشيء هذا كامل راح يعطيك صوت محسن ومعادل في نفس الوقت. وفيهم تقنية اللي راح تصفي لك الصوت وتعطيه لك اكثر واقعية، وراح تعطيك كثافة نتاع صوت مليحة. عندك IPX5 وزيد السماعات هذو مقاومين للماء والمطر والعرق والامورات هذوك. عندك السماعات اللي بعدهم عندنا انكر R50A، البري تاعهم حاليا في سوق الجزائر 5500 دينار جزائري. نعطيكم بعض مواصفات هذو السماعات. راح يجيونا بطارية بزاف مليحة، راح تعطيك 10 سوايع كي تشحنهم فرد خطرة. الاستخدام نتاعهم راح يوصل ل 30 ساعة، وتقدر تشحنهم الحافظة 3 مرات. جيت السماعات هذو يدعموا كيما قلت لكم معيار IPX5 باش يقاوموا الماء. شوفوا السماعات اللي بعدهم، عندنا الانكر لايف بي 2 اي، سعر تاعهم حاليا في سوق الجزائر 5500 دينار جزائري. نعطيكم بعض مواصفات هذو السماعات. يتوافقوا هذو السماعات مع اجهزة الاندرويد والايفون. راح نلقاو في السماعات هذو بزاف بزاف حقيقيين. راح تميزوا بمحركات ثلاثيه الطبقات كبيره بزاف، للحجم نتاعهم 10 مليمتر، اللي راح يعطيك صوت معزز. الباتري نتاعهم راح تدوم 8 ساعات مع 28 ساعه، هذيك شحن كلي. زيد التصميم نتاعهم انيق وخفيف في نفس الوقت، يساعدوا الاذن. فيهم ميكروفونات مدمجه في السماعات، اللي فيهم خوارزميه اي باش تحسن لك التقاط الصون وضمان نتاع السماعات نتاعك بزاف. دونك اللي يحب يشري سماعات يروح عند جي اس ام ياسين القواره، عليكم الصفحه نتاعو راح تلقاو لي تحت في الفيديو في الديسكريبشن. راه متوفر عنده السماعات هذو، وزيد بالزياده متوفر عنده هواتف ذكيه اللي يحب يشري. لافامي اللي مش مابوني يابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. لافامي فرقع جدها بلي لايك. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. ايا السلام عليكم لافامي.